ساحة محمد السادس ببركان معنوية مرتفعة للجمهور البركاني في هذه الساحة التي خصصت لمشاهدة المباراة التي جمعت الأبيض المصري والبرتقالي المغربي أمس الأحد 26 من مايو الجاري في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقي الذي أقيم بملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك عبر شاشات عرض عملاقة تم تخصيصها لمتابعة المباراة القارية. ويأتي تخصيص شاشة عرض للمباراة من أجل توفير أجواء البطولة للجماهير البركانية ومعايشتها عن قرب، وذلك تقدير للجماهير الوفية التي لم تتمكن من الحضور لملعب المباراة لموازرة الفريق البركاني. إن شاء الله كاليفي وراها مربوحة إن شاء الله، ديما بركان فوف البركان إن شاء الله لعبة إن شاء الله، وخو احنا بعد عليهم ولكن إن شاء الله مربوحة إن شاء الله وكاليفي إن شاء الله وديما بركان ان شاء الله مربوحه المباراه ان شاء الله مهديمه مع بركان، الجماهير كتساند من بركان الى القاهره ان شاء الله، ونجيبوا الكاس ان شاء الله مدينه بركان والكاس بركاني ان شاء الله. ساكنه مدينه زيو، كنشكركم المسانده ديالكم، كنتمنى التاهل تاع بركان، نتمنى بركان تدي الكاس ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق للشوط الثاني. الشاشات وفرت معايشة أجواء المباراة المهمة التي خاضها الفريق بمعنويات عالية وبطموح الفوز بالكأس الأفريقية للمرة الأولى وكإنجاز كبير للكرة البركانية والمغربية، وذلك لعدم تمكن الجماهير من التواجد مع الفريق لدعمه ومؤازرته في البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، رحنا هنايا مباشرة كنساندو الفريق البركاني اللي في الاواخر ديالو حقق امتيازات جيده بالنسبه لنا حنايا، شرف لنا اننا كنتابعوا هذا الفريق الوطني الفريق البركاني، وشكرا لكم. إعادة مجددا على الكرة الماضية الحقيقية، أنا أقول صعب. احنا ما كرهناش مدينة بركان تجيب لنا الفوز هذا النهار ان شاء الله، احنا رحنا والله ما رحنا مراد راه المغرب والله الا قلعناه في الكافي، احنا ما دامينا مدينة بركان نتمنى تربح بركان، نتمنى تربح بركان وخصهم يسجلوا واحد البيت. ديما بركان ديما بركان ديما بركان ان شاء الله. بركان يغلبوا يغلبوا بركان غلبوا غلبوا ان شاء الله ان شاء الله. غادي يقلبوا كل ساعة. كما شهدت مقاهي المدينة ازدحاما شديدا، ذلك لمشاهدة المباراة النهائية التي تجمع الفريقين، حيث توافد شباب وشيوخ بركان على المقاهي بالمئات لمتابعة المباراة وتشجيع فريق المدينة. السلام عليكم، تحية طيبة لزيو سيتي. حنا جينا نتفرجوا المقابلة نتاع فريقنا الغالي، يعني الكل الجمهور البركاني اللي جا يساند الفريق، يعني الكل في المقاهي في المدن جميع المدن المغربية جاي يساند الفرقة باش يعني نجيبوا هذا الكأس الغالية إن شاء الله. وش المقابلة يعني راه كل شيء شاف الحكام عيب وعار،
الكره الافريقيه دايره بحال هكا. هي كانت الكره الافريقيه كانت تحكي بهذا المستوى، حنا عمرنا ما غادي نزيدوا في هذه القاره لقدام. وواحد الرساله هذا الاعلام المغربي، الكل كيشوف كل شاهد الاعاده، الاعاده نتاع الفار. حنا ما استفدناش بالفار، جميع الفرق المغربيه وعيب وعار. يا كان هذا الفار ما ضد المغاربه، حنا ما بغيناش الفار، حشومه وعيب وعار. البارح الوداد واليوم بركان، ولكن رغم ذلك ان شاء الله غادي نحققوا اللقب ان شاء الله حاليا باذن الله. حنا مع الله، مو معنا حتى شي واحد، والكل شاف المقابله والكل شاف كل شيء ان شاء الله. وتحيه طيبه، فرحوا مدينه بركان كامله، الشوارع يكون مقلوبه هذه الليله ان شاء الله. عبد الله عبد الله، الله اكبر الله اكبر، ربي يعاوننا، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنهنئ فريقنا بركان على الوصول ديالو لهذا النهائي ديال الكونفدراليه، كنهنئ الجمهور البركاني اللي ساند الفريق ديالو منذ البدايه، كنهنئ الجماهير الرياضيه المغربيه بصفه عامه اللي ساندت ودافعت على فريقنا بركان في خلال المباريات ديالو. يعني الى جينا تكلمنا على المباراه ديال اليوم، كنا كنتمنوا اننا نكونوا حاضرين مع فريقنا بركان في هذه المباراه هذه، ولكن ما ساعفناش الحظ. إذا تكلمنا على 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 على, على الفرقة يعني بهذا الأداء ديالها، كنقولوا لها ودي برافو برافو برافو، لأنكم فعلا استطعتم أنكم تمثلوا نهضة بركان، تمثلوا المنطقة الشرقية، وتمثلوا المغرب في القارة السمراء. اليوم ما غاديش نتكلم على 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 الأداء ديال فريق نهضة بركان، ولكن غادي نتكلم على أعداء فريق نهضة بركان، المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنيه، نقولوا الجرائد الورقيه، وبعض الناس اللي حاربوا فريق نهضه بركان فقط لان رئيس نادي نهضه بركان هو السيد فوزير القجاع رئيس الجامعه. كل انجاز كان تحقق فريق نهضه بركان، والا انهم كانوا يلصقوا التهمه ديال ان فوزير القجاع عنده يد فيها. فوزير القجاع دار خدمته، اليوم شفتوا كيفاش كان التحكيم، كيفاش كان الدعم ديال الجرائد وديال الاذاعات للفريق الزمالك المصري. في خلال ان نشوفوا ان هناك جرائد لا وطنيه كانت كتحار فريق نهضه بركان، بل ساهمت، اقولها وانا اتحمل المسؤوليه، بل ساهمت في الحرب الذي شنها الاعلام المصري والاعلام التونسي على فريق نهضه بركان. اليوم برهنا على اننا نملك فريق قوي، برهنا على ان فريق نهضه بركان فريق اللي ممكن انه ينافس على بطولات وعلى القاب. كما قلت لكم عسانا نقول، اليوم كنشوفوا الدموع ديال لاعبي فريق نهضه بركان، كنشوفوا الدموع ديال 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 الجماهير البركانيه اللي كنتمنى اننا نتوجوا بهذا اللقب هذا، لان فريق نهضه بركان اليوم كيمثل المغرب، كيمثل المغاربه بصفه عامه. وكيفاش انا شفنا ان الجماهير الجزائريه والجماهير ديال العديد من 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 الدول العربيه ساندت فريق نهضه بركان، ولكن أقولها وأعيد تكرارها، هناك مواقع لا وطنية، هناك جرائد ورقية ساهمت في هذه الحرب هذه.